وذكر الطرطوشي أيضا عندما تحدث عن الصفات التي لا بد أن يقوم بها الحكم أو السلطان، لا يقوم بدونها الحكم، ذكر أول هذه الصفات صفة العدل، فقال: العدل قوام الملك ودوام الدول وأس كل مملكة. العدل قوام الملك ودوام الدول وأس كل مملكة. والعدل أيها الإخوة هو ميزان الله تعالى في الأرض، جعله بين خلقه لكي يؤخذ الحق من القوي للضعيف، ومن المبطل يعاد للمحق، ومن تعرض لميزان الله تعالى فقد تعرض لسخطه، ومن تعرض لميزان الله تعالى فقد تعرض لسخطه. وقال كذلك الطرطوشي في هذا الكتاب، هذا كتاب جدا جدا رائع وجميل في ذكر أحكام سير الملوك، وكما يعني يعبر في بعضها بالأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية أو غير ذلك من المصطلحات، فهذا الكتاب من أمهات الكتب، ذكر فيه كثيرا من العبر وذكر فيه كثيرا من الحكم. ومما قاله يقول: واعلم أيها الوالي أن الملك بمنزلة رجل، فرأسه أنت، وقلبه وزيرك، ويداه أعوانك، ورجلاه رعيتك، وروحه عدلك، فأي بقاء للجسم بلا روح؟ وإذا أردت ذروة العدل فاعلم أن الرعية ثلاثة أنفس: كبير وصغير ووسط، فاجعل كبيرهم أبا، وأوسطهم أخا، وأصغرهم ابنا، فارحم أباك، فبر أباك، وأعن أخاك، واعطف وارحم صغيرك، فإذا فعلت ذلك فإنك واصل إلى رضوان الله ورحمته، أو كما قال. وذكر أيضا الإمام الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين، وهذا كتاب نفيس جليل في ذكر نظرة علماء المسلمين إلى الأخلاق، وإلى سبر أغوار النفس، وإلى سبر تعاملها مع الطرف الآخر، فهذا الكتاب من حيث المادة العلمية كتاب رصين، وكذلك من جهة صياغته فقد صاغه صياغة أدبية رصينة رائعة في سبكه وفي حبكه، قليل من الكتب أن يصل إلى مثل هذا الكتاب.